لما يأتي النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقد ورد أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم الكلام عليه، أنه ما كان يصوم أكثر شهر، ما كان يستكمل شهرا، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله. وقلنا أنه معنى كله تطلق يطلق يريد بها الأكثر والمعظم، الأكثر والمعظم، حتى لا يتعرض مع قولها رضي الله عنها أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. فمعنى ذلك أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان قبل النصف وبعد النصف، أليس كذلك؟ لأنه مدام أنه كان يصومه كله أو يصومه جله، جل صوم رمضان، فمعنى ذلك أنه لا يصح هذا النهي. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا النهي، يدل على أن هذا النهي ليس ثابتاً.